السائل: أنا كنت شيعيا وأصبحت بحمد الله سنيا، ولكن أهلي لا زالوا متشددين، فكيف أجعلهم من أهل السنة؟ إذا استطاع الرسول ما استطاع أن يجعل عمه أبا طالب مسلما، فالأمر بيد الله، عليك بالدعاء يعني لهم في ظهر الغيب أن الله يهديهم، واختر الأماكن والأوقات المناسبة والأدعية المناسبة أيضا، فادعوا الله لهم بالهداية. هذا أمر. الأمر الثاني، أولا تزود بالعلم الآن، احرص على نفسك، ابدأ بنفسك الآن ابدأ بنفسك، من حيث تعلم العلم الشرعي الصحيح، كيف تعبد الله، كيف توحد الله جل وعلا، واحرص على الجماعة الطيبة والأصحاب الصالحين، وتعلم شبهاتهم والرد عليها. فإذا قويت عزومك وعرفت أمرك جيدا، بعد ذلك تبدأ بالدعوة، وتبدأ بالدعوة واحدا واحدا، تدعوهم لعل الله تبارك وتعالى يهديهم، وتأخذ من تراه قريبا منهم، وهكذا. فالقصد الآن أجل قضية دعوتهم، وادعو نفسك الآن، ابدأ بنفسك الآن، قوها في إيمانها، في علمها، في يقينها، في توحيدها، وهكذا. بعد ذلك، واستمر في قضية الدعاء لهم بالهداية وهذا وهكذا، بعد ذلك عندما تتقوى وتثبت أمورك، تبدأ بقضية دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية والتوفيق والسداد.